عندما يبدأ معظم الناس في التخطيط لرحلة إلى إيطاليا، تتبادر إلى الأذهان صور الممرات الرومانسية وفن عصر النهضة. وبالمقابل فهناك القليل من الزوار المهتمين بجزيرة بوفيليا الصغيرة سيئة السمعة، التي استضافت ذات يوم الآلاف من ضحايا الطاعون لتكون بمثابة جزيرة الحجر الصخي لأولئك الذين يشتبه حتى في حملهم للبكتيريا. وما زالت هذه الجزيرة مصدراً للعديد من الأساطير وحكايات الرعب التي تدور حول ما كان يحدث فيها من طرق العلاج التي تصل في بعض الأحيان إلى حد التعذيب. تسمى جزيرة بوفيليا بجزيرة الطاعون، وتقع قبالة ساحل شمال إيطاليا بالقرب من البندقية، وتعد واحدة من أصل 166 جزيرة تقع في بحيرة البندقية في إيطاليا. وهي جزيرة صغيرة لها ماض يختلف عن الجزر الأخرى، تحتوي على العديد من المباني المهجورة القديمة المتهالكة المتعفنة، مثل الحصن الكبير الذي أنشئ في القرن 17، والكنيسة والسجن وبرج الجرس. وأقرب تسجيل معروف عن جزيرة بوفيليا يأتي في عام 421 ميلادية، عندما فر الناس من بادوفا إلى الجزيرة هربا من الغزوات البربرية. وفي القرن التاسع بدأ الناس يأتون للجزيرة، وفي القرون التالية زادت أهميتها بشكل كبير، وكانت هناك حروب كثيرة من أجل السيطرة على الجزيرة. وفي كثير من الحالات انتصر سكان الجزيرة الأصليين في هذه الحروب، ولكن في عام 1379 جاء إلى البندقية هجوم من أسطول جنوان، وتم نقل كل الناس من بوفيليا إلى جيديسيا، وظلت الجزيرة غير مأهولة بالسكان في القرون التالية. وفي عام 1527 عرضت الجزيرة كدير كبير لمجموعة من الرهبان، لكنهم رفضوا هذا العرض. وفي عام 1661 عرض على أحفاد السكان الأصليين إعادة بناء منازل ومباني أجدادهم في الجزيرة، لكنهم أيضا رفضوا ذلك. وتعتبر الجزيرة واحدة من أكثر الأماكن المسكونة في إيطاليا، وتوصف بأنها مقر الأرواح المعذبة والمكان الذي تذهب إليه كل الأشباح للطلاق والإقامة. وبسبب كل هذا ما زالت هناك طاقة مرعبة في كل زوايا بوفيليا وحتى في تربة الجزيرة نفسها. وتتسم الجزيرة بأنها غريبة وغير مريحة وتشعل من يزورها بالضجر، فهي جزيرة غير محبوبة وقد وصفت بالمزاج المتقلب فشواطئها مظلمة. وتتمتع بوفيليا بتاريخ مالي بالأحداث المأساوية التي تعود إلى آلاف السنين. فخلال الإمبراطورية الرومانية كانت الجزيرة تستخدم لإيواء ضحايا الطاعون من أجل حماية بقية البلاد، مما أجبر الناس على العيش والموت في عزلة. وبعد ذلك خلال حقبة العصور الوسطى، عندما عاد الطاعون وقتل ما يقارب من ثلثي سكان أوروبا، تم أخذ المرضى إلى هذه الجزيرة مرة أخرى لانتظار الموت. وسرعان ما بدأت الجثث تتكدس في الجزيرة، وتم إلقاء الآلاف منهم في قبور كبيرة مشتركة. وفي كثير من الحالات تم حرق الجثث، حتى أن بعض المجتمعات الإيطالية الحذرة بشكل مفرط اعتادت إرسال أي شخص قد أظهر أدنى علامات المرض. والكثير من هؤلاء الأشخاص لم يصابوا بالفعل بالطاعون على الإطلاق، إلا أنهم قد تم جرهم خلفيا إلى بوفيليا وتم إلقاؤهم فوق أكوام من الجثث المتعفنة. كما تم افتتاح مستشفى للأمراض العقلية في جزيرة بوفيليا في عام 1922، وبدأ وصول خشود من المرضى المصابين باضطرابات عقلية إلى الجزيرة. كما سمحت العزلة والخصوصية اللذان توفرهما الجزيرة للعلماء والأطباء بالقيام بما يرغبون به من تجارب على مرضاهم. وعلى نطاق واسع انتشرت تقارير تبين مدى إساءة معاملة المرضى وعن حقيقة التجارب المريعة. وتحكي أسطورة بوفيليا عن طبيب مختل كان يعمل في مستشفى الأمراض العقلية بالجزيرة في أوائل القرن العشرين، المعروف بتجاربه الفظيعة، فقد كان يعتقد أن جراحة الفص الجبهية ستعالج الأمراض العقلية، لذلك أجرى الجراحة على العديد من المرضى ضد إرادتهم. كانت الإجراءات شريرة بشعة ومؤلمة جدا، فقد استخدم المطارق والأزاميل، وفوق كل هذا كان يترك المرضى بدون تخدير. كما احتفظ بأفظع التجارب لاختبارها على مرضى محددين الذين قام بنقلهم إلى برج الجرس في المستشفى،
وبغض النظر عن طبيعة ما فعله بهم في ذلك المكان، فإن صرخاتهم ما زالت تسمع عبر الجزيرة حتى هذا الوقت. وفي النهاية بدأ الطبيب يعاني من هلوسات، وطارده العديد من أشباح الجزيرة، وبدأ يشعر بالذنب حتى فقد عقله، وصعد إلى قمة برج الجرس وألقى بنفسه ومات. وهناك روايات مختلفة، حيث يقول البعض أنه ربما قد تم دفعه إما بروخ الجزيرة الغاضبة أو من قبل بعض مرضاه الغاضبين. وهناك ممرضة شهدت سقوطه وأكدت أنه نجا في البداية، ولكن جاء ضباب شبحي أحاط بجسده وخنقه حتى الموت. وبطريقة ما ظلت هذه المستشفى مفتوحة حتى عام 1968. يعتقد الكثيرون أن مئات الآلاف من أرواح الضحايا لا تزال مخاصرة في الجزيرة، سواء من ضحايا الطاعون الذين أجبروا على الذهاب إلى الجزيرة، أو أولئك الذين تعرضوا للتعذيب في مستشفى الأمراض العقلية، وما زال هناك شعور بالحزن والمعاناة ينتشران في زوايا الجزيرة حتى يومنا هذا. وخلال القرن الماضي شهدت الجزيرة عددا من الحوادث الغامضة عجز الجميع عن تفسير أسبابها وكيفية حدوثها. فعندما تم إغلاق مستشفى الأمراض العقلية في بوفيليا عام 1968، تم بيع الجزيرة لمالك خاص، فقررت عائلته بناء منزل عطلة هناك، ووصلوا واستقروا في اليوم الأول وهم متحمسين لبدء مغامرتهم الجديدة. ولكن تلك الليلة الأولى كانت مليئة بالفظائع، فهربت العائلة ولم تعد أبدا. وبعدها توفي المالك الجديد للجزيرة أوتو جرونباك إثر أزمة قلبية أثناء وجوده بالجزيرة، والمالك التالي لها انتحر بعد شرائها. وبعد تعرض رجل أعمال صاحب مشروعات ضخمة بقطاع صناعة الصلب للإفلاس بعد شرائه الجزيرة بأيام قليلة، كما امتلك الجزيرة رئيس شركة فيات لصناعة السيارات جياني آن بيلي الذي مات ابنه منتحرا، فقام بتدريب ابن أخيه إمبورتو إيجنيلي على إدارة الشركة، ولكنه مات بسبب مرض السرطان. وقام بعده الملياردير بول ديتي بشراء الجزيرة، فتعرض حفيده لحادث اختطاف على الفور. أما مالكها الأخير فكان جان باسكوال جرابون الذي كان مصيره السجن بعد فشل شركة التأمين التي يديرها. وبغض النظر عن تعدد ملاكها فقد كانوا غير قادرين على قضاء الوقت هناك، وبهذا تركت الجزيرة مهجورة بالكامل ولا يرغب أحد بشرائها. وتعرف الجزيرة بأنها واحدة من أكثر الأماكن الغير قانونية التي يمكن للمرء زيارتها، وتم حظرها لعدة عقود، ولكن هذا لا يمنع الباحث عن التشويق من ركوب قارب والتوجه إلى الجزيرة وتجربة القليل من الخوارق. ومع ذلك فإن كل من تمكن من زيارتها لم يرغب أبدا بإعادة التجربة. وأبلغ الزوار الغير شرعيين عن تجارب مروعة داخل المباني وعلى الأرض، حيث أبلغوا عن رؤية ظلال على الجدران تتحرك معهم، وذكروا أنهم تعرضوا للخدش وقد دفعتهم أجسام غير مرئية، كما ادعوا أن روح الطبيب لا تزال موجودة في البرج وستبقى هناك إلى الأبد، وأنه في الليالي الهادئة يمكنك سماعه وهو يدق جرس البرج. وعلى الرغم من أن المتسللين للجزيرة يعرفون بأنهم سيحاكمون بصرامة بموجب القانون الإيطالي، إلا أن الجريئين والفضوليين وربما الأغبياء من جميع أنحاء العالم يواصلون الذهاب إليها. وقد بذل أهل البندقية ما بوسعهم للحد من الشائعات والخرافات حول جزيرة بوفيليا، فمعظمهم ينكرون الخوف من المكان ولا يميلون لذكر آفة الطاعون أو مستشفى الأمراض العقلية عندما يناقش تاريخ الجزيرة، وينكرون كل ما يدور حولها من أوهام، وبأنها مجرد أساطير وخيالات لا تمت للواقع أو للماضي بأي صلة. أما حاليا ومن ضمن الخطط الاقتصادية للحكومة الإيطالية في سعيها لخفض الدين العام ومحاولة الاستفادة مما يمكنه أن يعينها في ذلك، فقد تم الإعلان رسميا عن طرح جزيرة بوفيليا للبيع من ضمن العديد من العقارات الأخرى. ويمكن لأي شخص أو مستثمر يرغب في شرائها الدخول في المزايدة الخاصة بشراء هذه الجزيرة المخيفة. وتنوي الحكومة الإيطالية الاستفادة من ثمن الجزيرة التي تحتوي بالإضافة إلى مبنى مستشفى الأمراض العقلية القديم وقلعة تاريخية وكنيسة قديمة مهجورة، كما تأمل أن يتم تحويلها بعد تجديدها وترميمها إلى منتجع سياحي فخم
يعود بالفائدة التنموية والاقتصادية على المنطقة.